بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة من عالم توم وجيري. النهاردة هنلعب لعبة سبايدر مان سيميوليتور. اللعبة دي فظيعة جدا. دلوقتي يلا بينا نجهز. استنى يا اخويا, خليك زي ما انت عشان بتوحش منك. بص خليك زي ما انت. انا شايفك. خليك زي ما انت. بص انت شايفني اكيد صح؟ ايوه انا شفتك. ماشي تعال عند المبنى. انا واقفة عند المبنى لونه شكله مثلث و بلو. استنى يا اصحابي هوريكم أيوة كل الشخصيات اللي في اللعبه دي. في دي شخصيات فيلم سبايدر فيرس اللي هو بالنسبه لي فيلمي انا المفضل انا واخويا. فيلم جديد في ده اتعمل 2018. ايوه اللي اخويا عامله. في الكلاسيك منظره مضحك قوي. مايلز اسمه. وده وايرون سبايدر معرفش ايه. ورين سوت دي للاسف بروبوكس شكله حلو قوي. هو انتوا شفتوا دومينوس مالهاش علاقه اصلا. وده حاجه انا مش فاهماها. انا عمري ما شفت اي فيلم سبايدر مانات خالص غير الفيلم اللي هو وفي كمان سبايدر جيرل كانت مضحكه قوي. انا ما علينا هنكمل. انا مش فاهمه اي حاجه في سبايدر مان اصلا ولا اعرف. هو بس اللي انا عارفاه الفيلم اللي هو الكرتون بتاع الاطفال. انت فين؟ انا جيت. انت جيت فين؟ استنى. ده انت؟ ده مين ده؟ ده مش انا. ده مش انت. ممكن نتمرجح. شفتك. خليك شفتك. كان نفسي اتمرجح بالسبايدر مان. وفي شخصيات كمان من الفيلم بتاع سبايدر فيرس. وفي هنا ثانوس. ولو دوست على الماوس في ثانوس الشرير. بص ده جاي عندي. سبايدر مان. انت فين؟ انت مش كده مش هتظهر في الفيديو. انا شايفك. وانت فين؟ شفتك. احنا بنتمرجح سوا في الهواء. اما تمرجح الناحيه دي ده انت صح؟ ايوه. وممتع قوي بصراحه ان احنا نفضل نتمرجح. احنا ممكن نعمل كمان قصه الفيلم بتاع سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس في اللعبه دي. يا اصحابي انا شفت الفيلم ده. توقعت فين؟ انا وقعت. استني انا رايح عند تمثال الحريه ده. ماشي وانا جايه برضه عند تمثال. شفتك. يا لهوي. انا وانا كمان. يا ربنا يستر. وشفت الراجل الكيوبي. خلاص مش لازم تعالى تحت. اوكي انا جاي. وسبايدر مان. لا انا كان قصدي تحت. تمثال الحريه. هاي اهلا. واو النطة فعالية. ايه ده كان في شرير في بالك؟ ده في ايه ساد مان ده ولا ساند مان؟ ايه ده في عند ال هنا رائع في مدرسة او ملعب بس. ايه ده في بريزنرز. ايه ده استنى مكان هم مسجونين فيه. ده باين عليه سجن. استنى خليك زي ما انت عند مكان البريزنرز ده. ولا اوكي انا هتفرج على انا شايفاك. انت بتاع الصغير. ايوه اللي عملته انا عمال اتفرج عليهم. ازيك. انا عاجبني اول. تيجي نحاربهم؟ تيجي نضربهم؟ لا مخيف. اوكي تعال نضرب. ثلاثة ثانية ادوس على علامة الضرب. هي قتلت البريزنر. برافو قتلته. لا ده مش انت. ايه ده في كريمنال. اضرب البريزنر. اضرب. ضربت حد؟ لا لسه. اتدرب. اول خطوة في التدريب. مفيش حد. ما هو انت ممكن تضرب اللي وراك ده. بس ده اخوك. هو في وراك بريزنر. واو ازيك. هو فين الراجل الكيوبي؟ عارفه اللي هو ايوه بس الكبير ده يا اصحابي لازم تشوفوا سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس. فيلم رائع جدا او اكثر كمان. مضحك جدا. سبايدر مان بقى عنده كرش يعني حاجه غريبه. خلاص بدأنا نشوف الفيلم مع ان انا شفته اصلا. طب فين؟ يا لهوي انت فين؟ بعمل مغامرة. ايوه اصل في انت انا جنب البريزن اهو عمال. انا مش شايفاك. استني اصل انا مش عارف انط. شفتك. استنى هساعدك.
ايه ده بابا بابا ايه ده ازاي بابا خلنا ايه ده انا لسه قايل الاسم بقول ايه ده ده بابا بجد ايه ده ازاي يا بابا قاعد بيلعب معانا بابا بجد يا اصحابي احنا ما كناش نعرف انا كنت بقول هو مين سبايدر مان الاصلي ده بلا اي بابا يا انا ليه بعمل الصوت العجيب هو فين بابا هو فين بابا انت مع بابا لا هو الراجل كيوبي لا لا في حد بيتبعني ده في ليزرد مان كمان معرفش هو مين ده هو فين بابا ده بابا يا اصحابي ايوه ده بابا النهارده هنشوفوا سبايدر مان انتو ذا سبايدر فيرس قولوا لنا تحت كومنتات لو ما شفتوش شوفوه مش انا هضرب الاشرار عشان خاطر بابا ممكن تنزله هضرب الاشرار عشان خاطر بابا هو انت فين فينوم ايه ده في فينوم قتلته فين احنا عند البريزن ده عند البريزن اوكي ايوه عند الطرف هنا شفتنا ايوه هاي جمعنا تاني يا بابا ازيك يا بابا احنا ثانيه احنا الفريق بتاع سبايدر مان ايه ده صحيح احنا كلنا احنا الثلاثة الفريق وانا الاساسي المفروض الشخصيه الاساسيه في الفيلم ده الشخصيه الاساسيه مش سبايدر مان نفسه ده سبايدر مان اصلا كان معاه كرش وبقى بياكل بيتزا كتير وبقى بياكل برجر كتير مش انت قلتي من شويه ما تحرقش لا يلا ما انا عاجبني ان هو اتغير قوي بقى واسم سبايدر مان اسمه كراجل يعني عادي بيتر باركر يا لهوي انا بموت ايه بيحصل استنى انت فين فين انا رايح عند المدينه هو فين بابا ده بابا هو فين بابا انا شفت بابا ايوه ده بابا يا بابا استنى ده مش بابا اهو بابا ده مش بابا ايه ده مش بابا انت مش بابا انت مش بابا انت فين انا هدور على بابا انا مش عايزه اتوه منكم بابا في السماء اظن في السماء انا قصدي في السماء يعني السقف انا وقعت بابا طبعا بيطير انا كنت شايفه من شويه هو ده بابا بابا اقف ده بابا هي انا عندي بابا انت فين احنا عند الجسر عارف الجسر من ناحية المدينة ودو دو دو ايه ودو دو فينوم ايه ده فينوم ضربته هي الجسر دلوقتي انا هضرب بابا ليه حرام عليك ده في بابا موتني انت على الجسر صح أهلا شفت ايه ده انت فين استنوا انا جاية ايه ده اصلا انا لما بابا ضربني انا معرفش انا بقيت فين هو ده بابا ايوه ده بابا ايه ده فينوم لا اي انا موت انا اظن ده انت ايه ده انا بتاع بيضة انا مايلز بس انت فين انا هدور على شخصية على بالي انت فين انا فوق مبنى اما اعمل نفسي شخصية ايه ده الراجل يوبي لا ده مش راجل نيو هيرو ستارت بتعمل مين استني هدور كده واستنى هدور كده اوعى تعمل سبايدر جيرل نيكست فينوم لا هو ده بابا وفين بابا ثانوس بصوا انت بقيت سبايدر جيرل ايوه انت في ايه تايم شفتك بوبي بوبي ثانية اما نط و انت فين انا مش شايفاك باري وات دلوقتي اما نط مالها مش شغالة اهي ده مش انت فين طيب بص نتقابل عند تمثال الحرية اوكي واهو تمثال الحرية مش لازم فوقي يعني المهم عنده اوكي ايه الراجل
عافية عافية. أنا هنط وأشوف أروح فين. تعال عند التمثال الحرية قلتلك. أنا مش عايز ضرب، أنا عايز أيوة هو ده اللي. يلا عند التمثال الحرية. استني أنا ما أنا رايح. يلا اصبري أنا بحاول أعمل سبايدر ويب بس مش راضية تنفع. عارفة ليه مش عارف ليه مش نافعة. سبايدر ويب أرجوكي أرجوكي. أنت بتعمل إيه؟ استني بحاول. طب اهدى على نفسك اهدى على نفسك. مش لازم نط. انا عايز اشوف ايه اللي هيحصل لو فضلت اطير فوق كده. يا زيت بتاع جيالي من السماء. بص انا بطير ازاي. بص انا بطير ازاي. ده بالظبط. بص انا بطير ازاي. طيب ايه ده انا وقفت. بص انا بطير ازاي. واو ايه واو واو بس كده. ايوه دلوقتي انا نافع، دلوقتي انا بنفع اهو تمثال الحرية. ايوه روح عنده يلا روح عنده. لقيتك تعال انزل تحت عند الرجلين. شايفيني يا اصحابي؟ انا مش شايفاك. ليزرد. طب تعال عند المبنى اللي قدام تمثال الحرية بالظبط. انا هو شايفاك. شايفني؟ انا هغير نفسي عشان الفضاء. لا تعالى بس. شكلك كيوت قوي. خليك كده خليك كده عشان خاطري عشان خاطري. لا مش عايز فضايح. باي اصحابي انا بيكون الفيديو لا هو انا هصبح في اخر الفيديو. لايك وكومنت وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم زي فيديوهاتنا. لا باي.